وبهذه المناسبة أيضا نبارك جنابه الكريم على توليه مسؤولية وزارة الموارد المائية، والتي إن شاء الله ستكون من الوزارات الريادية على مستوى القطر لاستلام هذه المهام، مما عرفناه من جنابه الكريم من خبرة وأكاديمية وعلمية. إعادة سد الموصل وإخراجه من الحالة الحرجة اللي كان بها إلى الحالة الحمد لله الطبيعية. وأشكر الأخوان في الجهد الهندسي الأمريكي والمهندسين الفريق المهندسين الأمريكان الذين أيضا وقفوا معنا في هذا المشروع، وجعل في سد أمان وسد لخزن المياه للعراق لأن مصدر أساسي من مصادر الحياة، الأساس في الحياة هو المياه في هذا البلد. ثم المنحدرات البلدية ثلاثة متحركة لتأمين استقرارية هذا السد، والأهم من هذا أيضا أنشأ نفق تحشية في داخل هذا نفق التحشية، وهذا المقطع من نفق التحشية اللي هو ارتفاعه 73 سنتين وعرضه 3 متر. لاحظون الجدول قدامنا. And first, I want to cover basically that there's two integration programs. There's one with TREVI in the ministry. صورة أساسية عندنا ما نعمل جريمة دماغ، الدماغ الأول بيشترك TREVI الثاني، والدماغ الثاني بيشترك ويفرق المهندسين جيش TREVI. And the other is specific with the U.S. Army Corps of Engineers in the Ministry of Water Resources. اللي هو التحقيق اللي بيفرق المهندسين شاركني وزارة المواد المائية اللي هو مشروع سد الموصل، أيضا قدموا جدولهم اللي هو الوظائف الخاصة اللي هو راح تدير عملية التحشية والحفر لسد الموصل. ابتداء من يوم غد إن شاء الله أو صباح يوم غد نتوقع تجينا فد كمية من الأمطار نقدر نخزنها بالسد. إذا انخزن عندنا ذاك الوقت نقدر ننتج كهرباء إن شاء الله. 3 سنوات جفاف عندنا بالعراق، هاي السنة إن شاء الله هسه بدت عندنا بوادرها جيدة في الجنوب، نريدها إن شاء الله نتمنى أن تكون بالشمال كذلك، أن تجينا أمطار وسيول ونقدر نملأ خزاناتنا المائية إن شاء الله. أنا اليوم جدا سعيد، يعني أفرحت بكم وفرحت بأهل الموصل، وهم ايضا حقيقه فرحوني باستقبالهم بجمعهم كلهم، كل طوائفهم واديانهم وقومياتهم منجمعين، يعني هذا هكذا هي الموصل ويجب ان تكون. فالحمد لله، يعني لا بها شد طائفي، لا بها شد قومي، لا بها شد اي نوع من النزاعات حتى الحزبيه، الحمد لله والشكر. الموصل انا اشوفها اليوم رجعت كما كانت، والله اتمنى لها واتمنى الناس السعاده ان شاء الله والخير. يعني حقيقه احنا هذه السنه نستبشر خير، انه سنه مطريه، سنه رطبه ان شاء الله، حتعوضنا عن السنتين الماضيه من الشحه. وحقيقه زيارتنا هذا اليوم، يعني زياره سيد الوزير، مهمه لكي يطلع على الاعمال الصيانه التي واعمال التاهيل لسد الموصل ومراحلها الاخيره، حقيقه وصلت الى مراحلها الاخيره، لكي يطمئن أنه السد مؤمن وبإمكانه استقبال أي موجة فيضانية وخزنها في السد لمناسيب طبعا تصل إلى مناسيب التصميمية. وهذا حقيقة مؤشر إيجابي وجيد يعطي الاطمئنان إلى كافة الشعب العراقي أن السد أصبح مؤمن وأصبحت ممكن التعامل معه بشكل طبيعي. تشرفنا اليوم بزيارة السيد معالي وزير المواد المائية الدكتور جمال العادلي لسد الموصل للاطلاع عن كثب ومتابعة أعمال سد الموصل وخاصة أعمال التحشية، والوقوف على الخطة التشغيلية المعدة من قبل إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارة المواد المائية والمركز الوطني لإدارة المواد المائية حول الخطة التشغيلية لموسم الفيضان السابق. سد الموصل اليوم مؤهل لاستقبال أي موجة فيضان متوقعة ومحتملة، وتم تجهيز فراغ خزني يستوعب أي كمية من المياه القادمة إن شاء الله من تركيا إلى حوض سد الموصل. وضع سد الموصل من ناحية أعمال التحشية ممتاز وجيد جدا، وهنالك تنسيق وعمل رائع مشترك
بين كادر سد الموصل الذي يمتلك من الخبرة المهمة والممتازة في أعمال التحشية، بالإضافة إلى الكادر الإيطالي وفيلق المهندسين الأمريكي، وهؤلاء المجاميع الثلاثة تعمل سوية كجروب واحد من أجل تنفيذ أعمال التحشية وإعادة الوضع التصميمي لسد الموصل إن شاء الله مما يخص الخزين للمستقبل. في هذا اليوم شرفنا وزير الموارد المائية بزيارته إلى مشروعنا، وكانت زيارة مثمرة وناجحة بكل مقاييس. ومن ناحية السد وضعه مطمئن، وأي فيضانات السيول يتحملها إن شاء الله، ماكو أي إشكال أو أي مشكلة عليه. خزين السد بحدود 7 مليار متر مكعب تقريبا، ويستوعب 11، يعني إذا جينا فيضانات يستوعبوا، يعني إحنا عندنا صرفهم تصريف نطلق إطلاقات، يعني أي موجة فيضانية تجينا نستوعبها بدون أي إشكالات.